السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام أينما وحيثما كنتم من هنا من مكة المكرمة وتحديدا من ساحة الحرم المكي الشريف من أمام باب الملك عبد العزيز. راح تكون تغطيتنا وصورة راح تكون لساحة الحرم بأجوائه وحيويته. طبعا هذا الصباح الجميل من ساحات الحرم ووصول معتمرين وخروج معتمرين من بعد انتهاء عمرتهم، والتجول في ساحات الحرم. طبعا يظهر معنا الآن أجياد السد، ومن هنا باتجاه أجياد المصافي. دائما تكون الصورة جميلة من ساحات الحرم وحركة الناس. عمليات النظافة والغسيل، غسيل نظافة الساحات وعمليات الصيانة واستكمال المشاريع على قدم وساق. خلاص باب الملك عبد العزيز قرب على الانتهاء، باقي فقط المنارتين. الصورة تحكي عن نفسها، مشاعر الناس
عيش معي لحظة الصباح الجميلة في الحرم وساعاته. هذه لحظات جميلة لا تفوت. يظهر معنا أبراج مكة وبرج التوحيد وجزء من جبل عمر ومنارات باب الملك فهد ومنارة العمرة تقريبا أو سلم الشبيكة. وسلم باب الملك فهد وباب الملك عبد العزيز الأقرب لصحن المطاف. باب الملك عبد العزيز هو الأقرب لصحن المطاف. أنا في اليوم.